المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من الفضائية الشادية نحييكم، وتحديدا من المسجد الكبير لجامع الملك فيصل، ننقل لكم عبر الهواء مباشرة وقائع صلاة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. هذا العيد الذي حل علينا في هذا اليوم الأغر أو هذا اليوم الميمون، يحتفل المسلمون في بقاع الأرض قاطبة احتفالا بهذا اليوم، هذا اليوم العظيم، عيد الفطر المبارك الذي من الله علينا بهذا العيد باليمن والبركات. ولأهمية هذا اليوم، حدث يعتبر حدث تاريخي للأمة الإسلامية في جميع بقاع الأرض، فبالتالي هذا العيد يعتبر من أكبر أعياد المسلمين، وهو من ضمن العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وكلاهما له مناسبة شرعية تعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان. وصلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الاسم عن الباقين. إذن في هذه العجالة، وللتو وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى المصلى، وبالتالي تشاهدون الكل في انتظار إقامة الصلاة بعد وصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي حضر لهذه الصلاة، صلاة العيد. نشاهد الكل هنا متأهب بعد أداء ركعتين. الآن بعد قليل تبدأ الصلاة، وهي صلاة عيد الأضحى المبارك. ولأهمية هذه الصلاة ولأهمية هذا اليوم، يعتبر صلاة العيد فرض كفاية كما قلت، إذا قام بها البعض سقط الاسم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم وصلاها وأصحابه رضوان الله عليهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، ولأنها إذ أمر بها النساء ما أنهن لسن من أهل الاجتماع. إذن نلاحظ فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ محمد عيسى خاطر، وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأعضاء الحكومة والبرلمانيين وغيرهم من الذين حضروا لهذه الصلاة. والآن تقام الصلاة. الله أكبر، 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 الله الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أكبر الله أكبر الله أكبر ما هل ما أقبل شهر الصيام وأدبر الله أكبر ما هلل مهلل وكبر الله أكبر ما عرف المؤمن ربه ولأنعمه تذكر وشكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده ملكوت كل شيء يحل ما يشاء ويحرم ما يريد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه أفضل من صام الصيام وقام القيام وصلى لله والناس نيام اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام وبعد أيها المسلمون لقد خرجنا اليوم عن صيام الشهر الفضيل الذي هو عبارة عن سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وهذا اليوم هو اليوم الذي سماه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيوم فرح المؤمن وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وهو يوم أخذ الجوائز التي يتفضل الله بها على عباده الذين صاموا وقاموا وروى الإمام الطبراني رحمة الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة وفي طريق آخر إذا كانت غداة يوم الفطر يبعث الله تعالى ملائكة فيقومون على أفواه الطرق ينادون اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم فإذا برزوا إلى المصلى يقول الله تعالى ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره فيقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضايا ومغفرتي يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم في جمعكم هذا شيئا لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا شيئا لدنياكم إلا نظرت إليكم وعزتي وجلالي لا أسترن عيوبكم ولا أفضحكم ولا أخزيكم وفي طريق آخر إذا كان يوم الفطر باهى الله تعالى بعباده الصائمين ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا وفى قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال عبيدي قضوا فريضتي ثم خرجوا يعجون بالدعاء وعزتي وجلالي لأجيبنهم ثم يقول سبحانه ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات الله أكبر الله أكبر أيها المسلمون هذه هي نفحات هذا العيد السعيد ولا بد من المحافظة عليها وللمحافظة على هذه النفحات الربانية والتجليات الإلهية لا بد من ربط الحاضر بالماضي ليكون المؤمن مستمرا على هذا العهد والميثاق أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وبهذا يدوم لهم هذا الشرف حتى يوافوا به يوم تقوم الساعة
ويقفوا بين يدي الجبار سبحانه. ولهذا لما وصف الله تعالى عباده المؤمنين لم يصفهم إلا بهذا الشرف، عندما قال سبحانه وتعالى بعد قوله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال سبحانه: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أعطاهم هذا الخير لماذا؟ لأنهم داوموا على طاعة ربهم سبحانه. فلا يجوز أبداً أيها المسلمون أن نربط هذه الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة بشهر رمضان فقط، فإذا ذهب رمضان عدنا إلى ما كنا عليه من سوء الأخلاق. لا، فعندما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يجب أن ننقل هذا الخلق العظيم إلى ما بعد رمضان، فإن سابنا أحد من الناس أو قاتلنا أحد من الناس فلنقل له قولا لينا، لنجسد تلك القيم والتعاليم النبوية في حياتنا اليومية، في بيوتنا ومدارسنا وأسواقنا وشوارعنا وأماكن مجالسنا العامة والخاصة، حتى نعلم الناس أن الإسلام ما جاء إلا لإخراجهم من الأخلاق السيئة الذميمة إلى الرحمة الواسعة وخفض الجناح. ومن هنا نقول أيها المسلمون: ما يجري اليوم بين أبناء المسلمين لا سيما الشباب منهم، ما يجري منهم في وسائل التواصل الاجتماعي كالإنترنت وغيره من وسائل الإعلام، ما يجري منهم في هذه الوسائل من هتك الأعراض وإثارة النعرات القبلية والجهوية، كل ذلك والله مخالف لهدي الإسلام. فإن الإسلام أيها الإخوة بطبيعته دين سماحة ودين سلام ودين مودة ودين رحمة وإخاء. ولهذا عندما يقابل المسلم أخاه يبدأ بإلقاء تحية الإسلام، وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي كلمة شريفة تحمل في طياتها دعاء له بأن يعيش في سلام وأمان، وترشد قائلها بأن يلزم الرفق واللين مع جميع الناس. روى الإمام مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأمته: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ويقول في حديث آخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول في حديث آخر: المسلم، وهذا الحديث أشمل من الحديث الأول، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ويقول في حديث آخر: المؤمن من أمن الناس بوائقه أي مصائبه. صلى عليك الله يا علم الهدى. هذا هو نبي الإسلام، وهذا هو دين الإسلام، والذين ينسبونه إلى غير ذلك ما عرفوه أبدا. هو دين التعايش، وهو دين الاعتراف بالآخر. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه: لا إكراه في الدين.
فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بمنهج نبيكم صلى الله عليه وسلم، تصلون بسلام إلى ربكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقبولين، إنه سميع مجيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، في هذه الوقفة الأخيرة أريد الحديث إليكم كالعادة فيما يتعلق بهذا الوطن الحبيب تشاد. معلوم أن أي دولة في الدنيا لا تقام إلا بالأنفس والعقول، فعلينا تطهير أنفسنا من الأدران، وعلينا إيقاظ عقولنا من سباتها ونومها. ونحن كدولة من الدول لها قرارها ولها استقلالها، يتعين علينا جميعا حكومة وشعبا أن نفكر في مستقبل هذا الوطن المترامي الأطراف، نفكر في مستقبله دينا ودنيا. لابد أن نكون من صناع التاريخ، فالتاريخ كما قالوا هو أحد الأمور الثلاثة التي تكون شخصية الإنسان، والتاريخ هو خير شاهد لصاحبه فيما قدم من الأعمال. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. هناك جانب من شؤون الدولة تسأل عنه الحكومة قطعا، وهناك جانب من شؤون الدولة يسأل عنه المواطن قطعا. الحكومة واجبها أن تسعى لتوفير حاجة المواطن في كل المجالات التي تتعلق بالحياة، وواجب المواطن المحافظة على ما توفره له الدولة من المكتسبات، بأن يستعمل ذلك استعمالاً رشيداً موافقاً للقانون الإلهي، بأن يراعي فيه ما يحل وما يحرم. أيها الناس، فلا يستعمل المسلم لا يستعمل إلا ما يحل له شرعاً من الأمور العامة للدولة، وذلك في ضرب المثل كالطاقة مثلاً الكهرباء، فلا يجوز أبداً أن يأخذ الإنسان الكهرباء بدون إذن الدولة وبدون عداد، أو يتصرف في العداد تصرفاً غير أخلاقي. والكهرباء كما تعلمون هي روح الدولة وعصبها في كل العالم، فلا يجوز التصرف فيها إذن إلا بإذن من الدولة لأي كائن من كان. وكذلك لا يجوز أخذ الماء. أنا لماذا أضرب الأمثال بهذه؟ لأن هذه الأمور كثير من الناس يستعملونها بدون إذن من الدولة. لا يجوز أخذ الماء الذي هو سبب الحياة لكل شيء، لا يجوز أخذه بدون إذن من الدولة. وكذلك كل شيء يخص الدولة لا يجوز أن يخص الإنسان به نفسه. ولذلك سألني بعض الإخوة، وهذا الأخ جاء ضيفا ونزل في بيت من بيوت أهله، وهذا البيت أصحابه أخذوا ماء بدون إذن الدولة، فقال لي هل يجوز لي أن أتوضأ من هذا الماء؟ سألني هذا السؤال، فقلت له على الفور لا يجوز لك الوضوء من هذا الماء، ولا يجوز لك غسل الجنابة من هذا الماء، ولا يجوز لك أكل الطعام الذي يصنع من هذا الماء. حتى الطعام الذي يصنع من هذا الماء لا يجوز أكله، لا يجوز الوضوء من هذا الماء، لا يجوز غسل الجنابة من هذا الماء.
هذا الماء مسروق، واستعمال الماء المسروق حرام. فقال لي: كيف أعمل؟ فقلت له: ابحث لك عن ماء آخر ولو أن ترحل عن هذا البيت. ونفس هذا الكلام أنا أقوله لكم أيها الإخوة المسلمون، أقوله لكم الآن فيما يتعلق بالكهرباء. فلا يجوز أن يذاكر الإنسان في ضوء الكهرباء المسروقة، ولا يجوز أن يستضيء بضوء الكهرباء المسروقة، حرام. وهكذا سائر المال العام. وكذلك يجب علينا المحافظة على البيئة، فإن البيئة من أعظم نعم الله على الإنسان أيها الناس. وإذا أردنا فعلا أن نكون أمة متحضرة قافزة إلى الأمام، فليكن الصدق رائدنا والإخلاص عمدتنا. الإنسان لا يمنعه من التلبس بالرذائل إلا واحد من أربعة أشياء: أن يكون له دين، أو تكون له أخلاق، أو يكون له حب الوطن، أو تكون له إنسانية يخاف عليها من العيوب. أما إذا لم يكن له دين، ولم تكن له أخلاق، ولم يكن له حب وطن، ولم تكن له إنسانية يخاف عليها من العار، فهذا الإنسان خارج من التاريخ. والحمد لله نحن اليوم نملك رصيدا من الشباب الذين ربوا على حب الوطن، وربوا على جمال الأخلاق وحب الخير للغير، كتلك الجمعية المسماة بشباب الأبرار الذين صاروا ظهيرا لقوات الأمن الوطني في حراسة المساجد وغيرها. هؤلاء الشباب يجب على الدولة أن ترعاهم، ويجب علينا نحن كمواطنين أن نقف بجانبهم. وأخيرا أيها المسلمون، أقول لكم: الوطن الوطن، الوطن الوطن. الوطن يحتاج إلى عاملين لا إلى عاطلين. الوطن يحتاج إلى من يتقنون فكرته ويخدمون رسالته ويستعدون للتضحية من أجله ويؤدون حقه عليهم بأمانة وصدق وإخلاص. العالم اليوم يفتقر إلى منابر شريفة تعيد له عقله الضايع، وتوقظ ضميره النائم، وقيمه المفقودة. فإن هناك منابر ومؤسسات تسعى ليلا ونهارا لتخريب العقل الإنساني وضميره، تريد بذلك إشاعة الفوضى. فيجب في المقابل أن ينهض أولو الألباب لتوعية الناس والأخذ بأيديهم إلى طريق السلامة والأمان. هناك علماء باعوا دينهم بدنياهم، أضاعوا أخلاقهم، فضاع كثير من أبناء الإسلام بسبب تهور هؤلاء العلماء. فعلى البقية الباقية من علماء الأمة أن يكونوا ربانيين، أن يكونوا مرشدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة بقلوب مخلصة ونفوس منكسرة، أن تحفظ أخانا رئيس بلادنا رئيس الجمهورية. اللهم احفظه من كل شر، اللهم احفظه من كل سوء، ونسألك أن تسخر له بطانة صالحة تعينه على الخير وتحضه عليه، تساعده على خدمة هذا الوطن. اللهم وفق إخوانه من الوزراء ومن المسؤولين لتحمل هذه المسؤولية بأمانة يا رب العالمين. كما نسألك اللهم أن تحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن تحفظ قادة المسلمين في كل مكان، وأن ترفع عن بلاد المسلمين وعن سائر الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء.
اللهم نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة ثانية نلتقيكم، وها نحن ذا من المسجد الكبير نقلنا لكم على الهواء مباشرة وقائع صلاة عيد مبارك، وتابعتم بعد الصلاة فضيلة الإمام أحمد النور محمد الحلو، قدم خطبة ضافية شرح فيها العديد من المسائل الإيمانية التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الأغر الذي يعد شعيرة من شعائر الإسلام. وبالتالي فضيلة الإمام أحمد النور محمد الحلو ركز على نقطتين هامتين، وهما على المسؤولين في الدولة أن يتقوا الله في المواطنين، وكذلك على المواطنين أيضا لديهم أن يحترموا أسس الدولة وقوانينها. فقامت رئيس الجمهورية صلى صلاة عيد الأضحى المبارك، والآن الجموع الغفيرة من المسلمين يخرجون من المسجد بمناسبة عيد الفطر المبارك. نتمنى لكل التشاديين، كل الأمة التشاديين وكل الآية التشديع الصحة والسلامة وسرور كل البلد، يعني الاتشاد طوية الأمن والاستقرار يعني في بلدنا، طوية الوحدة الوطنية في بلدنا، وطوية التعايش السلمي بين الأديان وبين القبائل في بلدنا يعني بشكل. فاليوم يوم كبير، يوم فرح، فرح لكل المسلمين سهل، لكل التشاديين نرى لهم الخير والآفية إن شاء الله. مقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي تمنى الصحة والسلام والسرور والأمن. ركز رئيس الجمهورية على السلم بين الأديان وكذلك السلم بين القبائل. و والله في هذا اليوم المبارك كل ما نتمنى لبلادنا ولشعب تشاد الخير والبركات واليمنى ولكل الأمة الإسلامية. فحقيقة إن بلادنا ماشي في طريق مستقيم، فنرجو ونطلب من كل الإخوة أن نتفاهم جميعا وأن نسأل ربنا بالخير دائما وابدا، بالخير لبلدنا ولشعبنا. إذن هذا اليوم لابد ان يكون لنا يوم سعيد ومبارك، وكل سنه وانتم بخير. شكرا. شكرا. الان رئيس الجمهوريه يصافح اعضاء المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه قبل ان للشؤون الإسلامية بهذا اليوم الأغر وهذا اليوم الميمون الذي تحتفل به الأمة الإسلامية جماعة في بقاع العالم أجمع وتشاد على وجه الخصوص. إذن هذا اليوم يعتبر يوما أهاما ويوما عظيما لكل المسلمين في بقاع العالم، ونرجو الله عز وجل أن يكون عاما سعيدا مليئا بالأفراح ومليئا بكل الخيرات لجميع العالم، دول العالم، وأن ينعم السلام و الوئام، وكذلك المسلمون في بقاع العالم أن يحتفلوا بهذا اليوم العظيم. إذن وقائع صلاة عيد الأضحى المبارك انتهت من الجامع الكبير للملك فيصل، ونشاهد بعد المسلمون يتبادلون التهاني والتحايا والتبركات بهذا اليوم الأغر، هذا اليوم الميمون، هذا اليوم الذي يعتبر من أهم العالم.